السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك في الحلقة الثالثة في جزء الاوتاكويد. ان شاء الله النهاردة هنقفل حديثنا عن الهستامين ريسبتور انتاجونست. قبل ما تسمع الحلقة دي يا ريت تكون سمعت الحلقتين اللي فاتوا علشان ما تخشش في نص الموضوع كده على طول. حلقة النهاردة صغيرة خالص علشان الحلقة اللي جاية عايزين نشرح فيها السيروتونين على بعضه، فهتبقى حلقته حوالي تلت ساعة ان شاء الله. يبقى كده حلقة تلت ساعة وحلقة ربع ساعة. فلو انت بتسمع الكورس ده حلقة كل يوم ما تحسش ان انت كل يوم بتاخد معلومات ضخمة، لا حبة كده وحبة كده، واستمر وربنا ان شاء الله مش هيضيع تعبك. فارفش كده بقى واعمل لايك للفيديو ويلا نخش في موضوعنا على طول. بسم الله، هنتكلم النهارده عن الادويه اللي بتقفل H2 ريسبتور. واحنا عرفنا ان H2 موجوده في الجاستريك بارايتال سيلز للمعده اللي مسؤوله عن افراز ال HCL، ومعنى كده ان الادويه دي هتقلل افراز الحمض المعدي. فتخيل استخدامات الادويه دي هتبقى في ايه عقبال ما نقولهم دلوقتي. وتعالى نشوف الادويه اللي بتقفل H2 ريسبتور. هم اربع ادويه: السيميتيدين والرانيتيدين والنيزاتيدين والفاموتيدين، كلهم بينطبقوا بمقطع تيدين. تفهم على طول ان هم دول ال H2 ريسبتور بلوكر. طيب السيميتيدين ما بيفكركش بحاجه، ده احنا قلناه حتى قبل كده كتير جدا. مش هجاوبك على السؤال ده دلوقتي، هجاوبك في نص الحلقه. اول واحد اكتشف واستخدمناه هو السيميتيدين، بس بسبب السايد افكت الكتيره بتاعته استبدل بالثلاثه التانيين. لو بصينا على الكاينتكس بتاعه الادويه دي هنلاقي ان الاربعه كلهم بيمتصوا بسرعه عن طريق الانتستين، وكلهم ما عدا النيزاتيدين بيتاثروا جامد بالفيرست باس افكت لدرجه انهم بيفقدوا حوالي 50% من البايو افيلابيليتي بتاعتهم. النيزاتيدين بيتاثر برضه بس اقل منهم بكتير، وهنلاقي ان البلازما هاف لايف بتاعتهم حوالي من ساعه لاربع ساعات، والديوريشن اوف اكشن بيعتمد على الدوز، ودي مش حاجه غريبه. طبيعي كل ما زود الجرعة كل ما الدواء هيقعد مدة اكبر في الجسم. تمام، وناخد بالنا ان الادوية دي لازم نعمل لها دوز ادجستمنت، اي نقلل الجرعة في حالة لو الشخص عنده moderate to severe renal dysfunction او لو عنده severe hepatic impairment، لان الامراض دي بتأثر على الميتابوليزم والاكسكريشن، فلازم اقلل الجرعة. تمام، لو عايزين نقيس قوة الادوية دي او البوتنسي بتاعتهم يعني بنقارنهم بقوة اول واحد اكتشفناه فيهم وهو السيميتيدين. فلو قلنا ان قوة السيميتيدين هو واحد بالنسبة لنفسه، هنلاقي ان قوة بقى الريميتيدين 4-10 مرات اكتر من السيميتيدين، ونفس النسبة مع النيزاتيدين. اما قوة الفاموتيدين تعتبر اقوى 20-50 مرة من قوة السيميتيدين، وده هيأثر بشكل مباشر على الجرعة بتاعت الادوية دي. فهنلاقي ان اضعف واحد فيهم اللي هو السيميتيدين هو اللي بيتاخد باعلى دوز، بتبقى حوالي 400 ميلي جرام مرتين في اليوم، او 800 ميلي جرام هياخدها في ميعاد النوم، ده لو تابلت اورالي يعني. انما لو بارينترال هيبقى 50 ميلي جرام بس علشان ما فيش فيرست باس افكت، فبندي جرعة اقل. اما الادوية الاقوى منه زي الرانيتيدين والنيزاتيدين بتبقى 150 ميلي جرام مرتين في اليوم او 300 ميلي جرام في ميعاد النوم، والبارينترال دوز بتبقى للريميتيدين 50 ميلي جرام زي السيميتيدين، لكن النيزاتيدين مالوش بارينترال فور، بتاخد اورالي بس. اقوى واحد فيهم اللي هو الفاموتيدين الجرعه بتاعته صغيره جدا، بتبقى 20 ميلي جرام مرتين في اليوم او ياخد حبايتين قبل النوم، والبارينترال فورم بيبقى 20 ميلي جرام برضه. تمام، ده بالنسبه للكاينتكس. تعالوا نشوف الميكانيزم اوف اكشن والاستخدامات. نشوف الاول ازاي المعده بتفرز ال HCL، وده من خلال ان في هرمون اسمه جاسترين بيتفرز لما المعده يبقى فيها اكل. دي اول حاجه بتاثر على افراز ال HCL. في حاجه تاني بتزود افراز ال HCL، وهي ان يحصل للفيجر نيرف اللي رايح للجي اي تي ستيميوليشن. وقلنا قبل كده ان الفيجر نيرف ده عصب خارج من السي ان اس متفرع لفرعين، فرع رايح للقلب وفرع رايح للجي اي تي، والنيرف ده بارا سمباثيتك يعني هيقلل شغل القلب لانه بيفرز الاسيتايلكولين وهيزود الموتيليتي بتاعت الجي اي تي وهيزود افراز ال HCL. المهم اللي عايزك تعرفه دلوقتي هو انه لما بيتفرز الجاسترين او يحصل ستيميوليشن للفيجر نيرف هيروحوا لخلايا اسمها انتيروكروموفيل لايك سيلز اللي موجوده في الفندس اوف ستومك، ويقولوا لها طلعي الهستامين اللي فيكي، فيزودوا افراز الهستامين. الهستامين هيروح يمسك في الجاستريك بارايتال سيلز ويخليها تفتح البروتون بامب وتطلع بروتونز، وكده هتزود الاسيديتي بتاعت المعده، وده يعتبر طريق الغير مباشر بتاع افراز الاسيد من الجاستريك بارايتال سيلز. انما الطريق المباشر بقى ان الجاسترين هرمون ليه اصلا ريسبتورز على الجاستريك بارايتال سيل نفسها، وكمان الاستايل كولين ليه ريسبتور على الجاستريك بارايتال سيلز برضو، فالاثنين بيزودوا هما كمان الاسيد ريليز. اتمنى تكون الرسمه فهمتك الحته دي. قلنا ده كله بقى علشان افهمك لما بقفل ال H2 ريسبتور على الجاستريك بارايتال سيلز ده هيقلل افراز الاسيد تقريبا بنسبه 60-70% من التوتال اسيد سكريشن، اي الكميه اللي تتفرز خلال 24 ساعه بتقل. واعتقد انت عرفت ليه مش 100%، وليه مش 100%؟ لان في حاجات تانية غير الهستامين بتشتغل على البارايتال سيلز،
وده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن. تعالوا بقى نشوف الاستخدامات. اولا في علاج البيبتيك ألسر اللي هي قرحه المعده او ديودينم، لان الادويه دي بتقلل افراز ال HCL فتساعد ان القرحه دي تلم بسرعه وتخف. هنعرف في جزء الجي اي تي في الكلينيكال بعد كده ان الادويه اللي اسمها بروتون بامب انهبيتورز اللي هي الادويه اللي بتقفل البامب اللي بتخرج البروتونز بتكون احسن من H2 انتاجونست في علاج الاكيوت بيبتيك ألسر، سواء اللي كان سببها الادويه النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز او كان سببها جرثومه المعده الهيليكوباكتر بايلوري، وبنختصرها ب H بايلوري. وليه الادويه دي افضل؟ لان البروتون بامب انهبيتورز مش بس بيساعدوا على الهيلينج بتاع القرحه، لا دول كمان بيمنعوا الريكرنس بتاع القرحه. الموضوع ده بالتفصيل هنشوفه في جزء الجي اي تي. احنا دلوقتي وظيفتنا ان احنا نتعرف على اللوكال هرمونز، عشان لما اقول لك انا بقفل الريسبتور بتاع اللوكال هرمون ده تفهم انا ليه قفلته وليه هو بيعمل الافكت ده. مش عايز منك اكتر من كده دلوقتي. تمام. تاني استخدام هو في ورم بيحصل في البنكرياس اسمه زولينجر إليسون سندروم، بيخلي البنكرياس يفرز جاسترين كتير، فبالتالي بيسبب ان الاسيد سكريشن يزيد، والاسيد لما بيزيد هيخلينا عرضة لقرح في المعدة. ده غير الاعراض التانية اللي مصاحبة للورم ده. الاستخدام اللي بعد كده هو في مرض اسمه جاسترو ايزوفاجير ريفلكس ديزيز، بنختصر الاسم ده في جيرد. من اسم المرض افهم ان في ارتجاع الاسيد او الحمض المعدي بيطلع من المعده وبيحرق في المريء، لان المرض ده كرونيك. من احد اسبابه ان بيبقى في مشكله في الفا 1 ريسبتور اللي ماسك في الصمام اللي في اخر المريء اللي في المريء من تحت، واللي وظيفته انه يقفل لما يبقى في اكل في المعده علشان الاسيد ما يطلعش للمريء وياثر عليها. تاني نقول المرض ده كرونيك، بيبقى فيه الاسيد بيطلع من المعده على المريء، فالمريء لما يجيلك الصيدلية هيقولك حاسس ان قلبي بيحرقني وبيشاور في المنطقة دي، تعرف على طول ان ده جيرد، فممكن تديله اما H2 انتاجونست وهيحس التحسن بعد 45 دقيقة تقريبا عقبال ما تركيز الاسيد يقل، لان الادوية دي هتمنع خروج اسيد تاني، بس اللي موجود بالفعل ده مش هتأثر عليه، هيقل مع الوقت. لو المريض بقى عايز حاجة اسرع بدل الحاجة اللي هتقعد 45 دقيقة دي عقبال ما يحس التحسن، هتديله انتي اسيد هتعادل الاسيد الكتير اللي في المعدة وهيحس التحسن سريع، بس الحل ده هيبقى مؤقت. فافضل حاجة برضو من الحلول دي هو انه ياخد بروتون بامب انهبيتورز في علاج الجيرد. تمام. الاستخدام الثالث هو في النان ألسر ديسبيبسيا، اي علاج عسر الهضم اللي مش بسبب وجود قرحه. الاتش 2 انتاجونست هنا بتبقى في صوره فوار، واخر استخدام ليهم هو في الاكيوت ستريس ألسر، ودي بتبقى قرحه في الميكوزال ممبرين بتاعه المعده. بناخد الادويه دي كانترافينوس انفيوجن علشان امنع واعالج الاكيوت ستريس ألسر، وبرضه هنلاقي ان البروتون بامب انهبيتورز احسن في الحاله دي. ده بالنسبه للاستخدامات. نشوف السايد افكتس. مبدئيا كده اعرف ان الادويه دي من اامن الادويه اللي ممكن نستخدمها، لان الاعراض اللي بتظهر بتبقى خفيفه وكمان بتظهر على 3% بس من الناس اللي هتستخدمهم. وزي ما قلت لك ان المشاكل متركزه في اول واحد اكتشفناه فيهم اللي هو السيميتيدين، لان السيميتيدين ليه اكشن تاني هو انه بيمسك في الريسبتور بتاع هرمون الذكوره اللي هو الداي هيدرو تستوستيرون، وده الاكتف فورم بتاع التستوستيرون، وبالتالي السيميتيدين ليه انتي اندروجينيك افكت، فممكن لو الشخص ده ميل يعمل له امبوتنسي عقم. ومش كده وبس، لا ده السيميتيدين بيزود افراز البرولاكتين هرمون، وده برضو سبب ان هو يعمل امبوتنس في الميل، وهيعمل له حاجه اسمها جينيكوماستيا اي كبر حجم الثدي. اما في الفيميل بقى هيعمل ايه؟ هيعمل جالاكتوريا وامنوريا. علشان كده دول كتير بطلت تستخدم السيميتيدين. وفي بقى سايد افكت نادرا لما بيحصل مع الرابيد انترافينوس انفيوجن للH2 انتاجونست، وهو بريديكارديا وهايبوتنشن. لان لو فاكر لما اتكلمنا عن اماكن الريسبتور دي قلت لك ان الH2 موجوده بالكاردييك ماسلز، فلما هقلل شغل القلب فممكن يحصل هايبوتنشن نتيجه لان الكارديك اوت بوت بيقل. واخر حاجه عايزك تعرفها هي ان الادويه دي عادي كلها تستخدمها في البريجنانسي، لانهم متصنفين تبع كاتيجوري بي اللي هي امن استخدامها مع الحوامل. نشوف بقى الدراج انتر اكشنز. هنا بقى اعرفك ان السيميتيدين انت سمعته قبل كده فين. مين هو السيميتيدين؟ كان اللي انا قلت لك في الاول جبنا سيرته قبل كده كتير قوي لما قلت لك ان ده واحد من الادويه اللي هم بيعملوا انهبيشن للليفر مايكروزومال انزيمز، اي بتقفل انزيمات السيتوكروم بي 450. اتمنى ان انت تكون فاكرها فعلا اهو، علشان كده ما ينفعش يستخدم مع الادويه اللي بتتكسر او بتعتمد على الليفر مايكروزومال انزيم في الميتابوليزم بتاعها زي الوارفرين والفينيتوين. تاني دراك انتراكشن هو ان كل الـ H2 انتاجونست ما عدا الفاموتيدين بيمنعوا جاستريك فيرست باس ميتابوليزم لكحول الايثانول، وخصوصا في الفيميل، فبيزود تركيز الايثانول في الدم. واحنا عارفين ان الكحولات والمواد المخدره دي ليها CNS ديبريشن افكت، اي بتقلل وظائف العقل والادراك، فبتخلي الواحد مش واعي ولا حاسس بحاجه. فلو تركيز الكحول ده زاد ممكن يموت الشخص ده، لانه هيبقى فيه سيديشن وممكن توصله لكوما اغماء وريسبيراتوري ديبريشن اللي هي عضله الحجاب الحاجز ترتخي والتنفس يضيع، فالله يرحمه.
واخر دراج انتراكشن هو ان الادويه دي بتتخانق مع الكرياتينين ومع بعض الادويه زي البروسيانامايد في الرينال تيوبولار سكريشن. وقلنا التاثير ده في الاخر لانه مش مؤثر قوي بس لازم نعرفه يعني. وكده خلصنا كل حاجه تخص الاتش 2 انتاجونست. نشوف بقى اخر حاجه معانا واللي هنقفل بيها موضوع الهستامين وهم اتش 2 و4 انتاجونست. ولحد دلوقتي مفيش ادويه متاحه سيلكتيف عليهم اصلا. عندنا هنا بس دواء واحد عايزين نعرفه هو البيتا هستين. الدواء ده بيستخدم كانتي فيرتيجو مضاد للدوار والام البالانس اللي بيحصل عند الناس اللي بيجي لها فيرتيجو، وخصوصا لو الفيرتيجو ده حاصل بسبب مرض اسمه مينيرز ديزيز. المرض ده متسمي على اسم الدكتور اللي اكتشفه، ودي بتبقى مشكله في الانر اير الاذن الداخليه. اللي بيحصل ان بيبقى فيه زياده في سائل موجود جوه الاذن، ونتيجه للريتنشن للسائل ده بتعمل ايبيسودز من الفيرتيجو، يعني حاله كده من الدوخه وعدم التوازن، وده لان السوائل دي هتاثر على البالانس كانال، فتوازن الشخص ده بيبقى فيه مشكله، وكمان بتاثر على الهيرنج كانال، فبيبقى فيه مشكله في السمع زي او انه مش سامع حاجه اصلا. بس الاعراض دي بتبقى موجوده في only one ear في اذن واحده. المهم بالنسبه لنا دلوقتي عايزك تعرف ليه البيتا هستين بيعالج الفيرتيجو او بيخفف اعراض المينيرز ديزيز، وهنعرف ده من الميكانيزم اوف اكشن. البيتا هستين ليه سترونج افينيتي ل H3 ريسبتور كبلوكر، وليه افينيتي ضعيفه كاجونست على H1 ريسبتور. السترونج افينيتي بتاعته تبقى على H3 ريسبتور، ونتيجه لان البيتا هستين شغال اجونست على H1 ريسبتور اللي موجوده في البلاد فيزلز بتاعه الانر اير، هيعمل الاوعيه دي فازو دايليتيشن. فلما الاوعيه توسع ساعتها الدم اللي رايح للمنطقه دي هيزيد وتراكم السوائل اللي موجوده في الانر اير هيخف. كمان بتشتغل على السموث ماسلز بتعمل لها ريلاكسيشن، وده كمان هيقلل ضغط السوائل في الانر اير. زي ما قلنا الميكانيزم مش واضح اكتر من كده، ولسه في ادويه جديده بتتجرب علشان نطلع ادويه جديده سيلكتيف على H3 و H4. وكده خلصنا شرح حلقه النهارده، تعالوا بقى نشوف مدى تركيزك كان قد ايه. مستعد؟ وكده خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش تحمل ملف الحلقة وتعمل لنا لايك للفيديو، وشكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.